صباح الخير يا صحابي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب تبقوا بخير وكويسين. وحشتوني خالص. النهارده هنكمل بقيه شرح الجمل اللي موجوده في الكتاب. هشرح النهارده جمله ريش الهدهد جميل. ريش الهدهد جميل. نفتكر مع بعض، قلنا الجمله كلمه مسافه كلمه مسافه كلمه ونقطه. النهارده كلمه ريش، اول كلمه يلا نستهجها مع بعض ونعرف بتتكتب ازاي. اول حرف عندي حرف الراء، ونفتكر مع بعض يا اولاد قلنا حرف الراء ده من الحروف الشريره. ليه شريره؟ عشان مش بتمسك الحرف اللي بعدها، بتسيب مسافه بسيطه. حرف الراء من اول من فوق السطر كده وبنزل الزحلق تحت السطر، تاني من فوق السطر وبنزل الزحلق تحت السطر. بعد حرف الراء يي يي يي، الي اللي هو حرف الياء، سنة واقفة على السطر، شرطة نايمة على السطر، وتحتيها واحد اتنين نقطتين. حرف الياء من الحروف الطيبة، هيمد ايده يمسك الحرف اللي بعده. الحرف اللي بعده ش ش شا ش ش شا، حرف الشا. حرف الشا سنة واقفة على السطر ومد ايدي سنة، وأمد إيدي سنة، وأنزل بطبق الشوربة من تحت لفوق السطر. حرف الشاء عنده كم نقطة؟ قولوا معايا يلا، واحد اتنين تلاتة. يلا نستهجى الكلمة بتاعتنا. را كسرة ري، را كسرة ري. يي يي ش ش شا ريش ريش. هسيب مسافة. الكلمة اللي بعدها آ، حرف الآ من فوق وانزل أنزل أقف على السطر، من فوق السطر وأنزل أنزل أنزل أقف على السطر. حرف الآ من الحروف الشريرة، ليه؟ مش بيمسك الحرف اللي بعده. هسيب مسافة بسيطة. آ لا آ لا، حرف اللا اللي هو حرف اللام، صوته لا من فوق السطر، أنزل 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 أقف على السطر وأمد إيدي عشان حرف اللا من الحروف الطيبة. بعد كده عندي حرف الهاء. بصوا هنا حرف الهاء بيكتب إزاي يا ولاد؟ أطلع الجبل، ألف وأنزل أقف على السطر، أمد إيدي أعمل جبل صغير، وأمد إيدي للحرف اللي بعده. حرف الهاء اللي هو الهاء، أطلع الجبل، أنزل أقف على السطر، أمد إيدي أعمل جبل صغير، وأمد إيدي للحرف اللي بعده. لا ها ها، أطلع الجبل زي ما قلنا، أنزل أقف على السطر، أمد إيدي أعمل جبل صغير، وأمد إيدي للحرف اللي بعده. دا دا، حرف الدا شرطة ميلة وشرطة نايمة. حرف الدا من الحروف الشريرة برضو، يبقى مش هيمسك الحرف اللي بعده وحسيب مسافة. ما ننساش يا ولاد نسيب مسافة. ها ها، أطلع الجبل، ألف وانزل، أمد إيدي أعمل جبل صغير، وأمد إيدي للحرف اللي بعده. دا دا، حرف الدا شرطة ميلة وشرطة نايمة. طب يلا نستهجى الكلمة دي. آ لا ها دا ها دا، الهد هد الهد هد. هسيب مسافة. أجي للكلمة بتاعتي اللي بعد الهدهد. جا جا جا، فتحة جا جا فتحة جا، حرف الجا شرطة ميلة وشرطة نايمة، تحتيها نقطة واحدة بس. حرف الجا من الحروف الطيبة، هيمد ايديه يمسك الحرف اللي بعده. ما ما، حرف الما دايرة كده من فوق لتحت، وامد ايدي للحرف اللي بعده عشان من الحروف الطيبة. يي يي، قلنا الي اللي هو حرف الياء، سنة واقفة على السطر وشرطة نايمة على السطر، تحتيها واحد اتنين النقطتين بتوع حرف الياء. ل ل، حرف اللا من فوق السطر، انزل 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 تحت السطر، واطلع تاني على السطر. يلا نستهجى الكلمة مع بعض. جا ما يا ل ل، جميل جميل. يبقى را ري يا شا ريش،
الهد هد جميل ريش، الهد هد جميل. وفي آخر الجملة بتاعتي أحط نقطة. نمشي على النقط يا ولاد ونكمل بقية الجملة تحت. وعندي واجب صفحة 81 أكتب جملة ريش الهدهد جميل، أمشي على النقط وأكتبها تحت. يا رب تكونوا فهمتوها وشكرا.